تعهد أحد المحسنين من محافظة البصرة أقصى جنوب العراق بكفالة 60 عائلة أيتام مسجلة ضمن قاعدة بيانات مؤسسة اليتيم الخيرية. وقال المتكفل الذي فضل عدم ذكر اسمه إن هذه الأعمال هي الأقرب وصولا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن الخير الذي هو فيه من بركة هذه الأعمال. فيما قال مسؤول قسم الكفالة في المؤسسة علاء الجزائري إنه كان من بين العوائل التي تم تكفلها مجموعة من عوائل أيتام شهداء الحشد الشعبي، وستستمر هذه الكفالة لمدة سنة كاملة.